نبي نكمل انا يا لا نبدا نشري المفروض المفروض عقار غساله سلسلة برامج التكوينات البيئية مسطرة من المعهد الوطني للتكوينات البيئية، نظمت دار البيئة بجلفة دورة تكوينية متخصصة في رسكدة النفايات لفائدة شباب حاملي المشاريع. هذه الدورة يعني استفاد منها 13 شاب من أجل تشجيعهم للاستثمار في مجال بيئي والاقتصاد التدويري لما له فوائد بيئية واقتصادية جمة.